أنا سميتي سعيدة وهذا هو الابن ديالي البكر، مريض والحالة ديالو اللي تتجهل الحالة ديال الهستيرية، تيجيه كرايز، تنطلعوه بالليل نطلعوه في الصباح، سميتو يضرب يغوت، منين تجيه عاوتاني داك الحالة ديالو ديال الاكتئاب ما يخرجش من الدار نهائيا. المدة ديال الحجر الصحي، المدة ديال الحجر الصحي 8 شهور ما خرج لبرا، ما شاف الزنقة وهو في الدار جالس ما يخرجش، ومنين تجي الحالة على الزنقة يخرج ما يرجعش. نخرج نبدا نقلب جوج ثلاثة ربعة تا الصباح وانا تنقلب، وخصني نخدم، الا ما خدمش ما ياكلهاش داك الولد، ما يداواش. وهذه هي الحاله ديال هذا الولد، هذه الله يجازيكم بخير. شوفوا من حالتي ومن حاله هذا الولد، هذه من اواخر 2017 جات الحاله، ما كنتش عارفه الحاله ديالو، شدوه ديجا البوليس وداوه وخبع هو يا الورقه ما وراهاليش. ومنين وليت سديتو سميتو ولا عاوتاني شدته الحاله، ضرب عليها شهرين ديال الحبس، ما ضارب ما والو، غير شدوه لقاو عنده الموس، لقاو عنده الكيف، لقاو عنده سيليسيون، فهمتي؟ هو في ذاك الحاله ديالو مدمر غير مع راسو، ما عندش السجل ديالو راه باقي في المحكمه، مدمر غير مع راسو، ما ضارب حد، ما ضربو حد غير مع راسو. داك الساعات بدات الحاله في 2017، اواخر 2017، ضرب شهرين، منين خرج قال الشهر، دخل في الاكتئاب لمده شهر صافي، وجاتو الحاله قالوا لي راه مريض نفساني، وهذه 5 سنوات وانا تنشري الدواء ومتبعه له مع الدواء، والحاله هي الحاله، ما بغاو يشدوه ينعس. انا ديما خايفه، انا ديما مرعوبه منه، ديما الحاله ديالي الا كان في واحد الحاله ماشي هي هذيك، ديما ربي اللي عالم بيا، وعايشه غير انا وياه في الدار، تنخاف، لان ديجا ضربني تنخاف منه، تنخاف ويسب ويعرق بحال ماشي الام ديالو، نجي الحاله ديال ماشي بحال امه، بحالي انا غير صديقه ولا صاحبته ولا بحال هكا، تيكون في واحد الحاله تنسى راه والدي، هادوك كلام خايب وكلام كل شيء، ما عندي ما ندير، تنسلم امر الله، ما عندي ما ندير. ملي كنت عايشه هنا مع الام ديالي وخوالاته هنايا، ديما نضارب مع خوالاته، ديما عايشين في الرعب، ديما يعيطوا لي في التليفون، ديما نطلع من الخدمه مالكم مالكم، ديما 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 ما صافي، اضطريت نخرج، دابزنا هنا وصلنا حتى المخزن هادي، مع من؟ مع الاخت والام، وحنا كنا 6 نفوس، انا وجوج وليدات، وحنا هما جوج، 3 بهم، 6 بينا في الجره ديالو هوايا. فاش بداتو الحاله اضطريت نخرج نكري، خدمه على قد الحال، اضطريت نخرج نكري، هاد الحرج الصحي كامل ما ساعدني حتى شي واحد، الدواء والكرا والضو الماء والمصروف كلشي. العيد ما عيتش ديال العيد كورونا، والله ما شريتو، والله ما شريتو، يعني داك الشيء اللي خدمت واحد داك الشهر هذاك ديال العواشر بحرا خلصت به لك ديال سميتو ديال الكرا، ملي جا الدعم ديال جا الدعم ما سمحتليش مولات الدار، فاش كنت باغا نشري العيد عطيتها شهرين ديالها. الساعه فاش كنا هنا كانت الوالده تخاف ما تحلوش الباب، الا كانت غياب بوحده ما تحلوش، نقول لها ما نحليلوش، ما تحلوش، تخاف منه ما تحلوش، لان ديجا هددها قال لها الا بقيتي تدور بيا نقتلك، بعدي من طريقي نقتلك. ملي تنخليه بوحديتو في الدار تنخاف، الا بخصوص الا كان معصب، الا كان معصب وكان المعلم ما مسافرش تنبلغ له تحيه من هذا المنبر هذا، الا كان بوحدو كان معصب ترغبهم ويطلعوني بالطوموبيل نطلع عليه، ولا كان شي حاله لاخر ترغبهم عاوتاني هنا، تبقى واحد اختي اللي جايه عليا تبقى رده له البال، تبقى عاطيها الخاطر، تنخاف ينتحر، تنخاف ياكل حاجه التسمومات، لان ديجا مرض لي بحال التسمومات، يعني ديما خايفه ديما خايفه ديما، ما عمري ترتاح لا بالليل لا بالنهار. دابا حاليا راني تنصور معاك، راني ما نعساش، نعسه حتى 5 الصباح، في الصباح ما قديتش، عيطت لي امي قالت لي اجي تغداي معانا، قلت لها ما نقدرش نجي، ديما خايفه. 30 سنه دابا، هادي دابا 5 سنين وانا تنعاني، ترجى داك الوليد هو 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 اللي غيخدم عليا ويشوف من حالي ويفضي لي ما ضاع. سعى لا اله الا الله محمد رسول الله، الحمد لله الحمد لله على المعطاء الله، الحمد لله ما كانش هكا. وتا هو منين يولي على خاطر تيقول لك انا ما كنتش هكا، دابا تيقول لك انا مريض بالسرطان، يلا ما شريت له الدواء، ديت له درت له التحاليل، درت انا وياه التحاليل، انا طلع لقيت عندي الكوليسترول طالعه، هو ما عندوش في راسه ما عنده حتى حاجه،
ولكن الحاله ديالو نفسيا من الداخل من الاخر ما يتكلمش ما يلاخرش ما يتحاورش معاك. خايفه من هذه المرحله يجي الدور يقتلني انا، يقتل الناس في الزنقه، يبقى غير اللي جا في الطريق يضرب. فهمتي دابا هادشي مناش نحاولوا رحنا غاديه معاه وحده وحده. تنخاف ملي تنسمع الناس بحال هاد الدار البيضاء، بحال الكوارث اللي وقعت في فاس، بحال بزاف د الحالات، ماشي غير في المدينه وحده، راه مدن هما وحالات هما بحال ولدي وبحال كثر من ولدي. تنتمنوا ونطلبوا الله سبحانه وتعالى من المحسنين وهادشي يشوفوا هاد الامور هادي بايجابيه ويوقفوا مع الناس اللي عندهم هاد الحالات هادي باش يبراو هاد الاولاد ولا هاد الرجال ولا هاد الام ولا هاد البنت باش تشافى وما يقولوش في هاد الحالات هادي تكون عندنا في المجتمع ديالنا المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.